مع الأسف من تشوف صحف ما لها علاقة بالإمام الحسين تنشر وتظهر لك الجانب المشرق من المواكب الحسينية، واللي منك وبيك يحاول يسقطك وينتقص منك وينتظر الزلة. اللي صار مصاير بتاريخ الدنيا من وعي والتزام بالإجراءات الصحية. من المرجعية قالت التزموا، تقريبا 80% من أصحاب المواكب والهيئات امتثلت وأظهرت الشعائر بأبهى صورة، بحيث صحف أجنبية كتبت عن الموضوع. من الأخير العتبات المقدسة سوت اللي عليها لا بل وأكثر، والأغلب التزم. يعني لو نجي للعتبة الحسينية وإجراءاتها، سوت المستحيل بحيث نصبت أجهزة حرارية للتفتيش وقياس درجة الحرارة، وضعت علامات محددة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد، تعفير وتعقيم مستمر على مدار 24 ساعة، وكذلك بالنسبة للعتبة العباسية المقدسة. جزء كبير التزم من أصحاب المواكب الحسينية بما حددت العتبتين بالخصوص وبيان المرجعية بالعموم، شكرا لوعيهم وثقافتهم الحسينية العالية. لو نجي لبقية المراقد المقدسة ونشوف شلون صار إحياء المجالس، العتبة الكاظمية تباعد والتزام وتعقيم، العتبة الحسينية أيضا تباعد والتزام وتعقيم، العتبة العباسية كذلك، والعديد من الحسينيات والمواكب الكل التزمة من أجل الحفاظ على إحياء الشعائر الحسينية. بقى اللي ما التزم ويحاول يخرب الوضع فذنب على جنبه، وهو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى ويتحمل الإثم وحده، ولا يؤخذ على المذهب سوء تصرف المخالفين لكلام المرجعية.